عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. حزب تكتل القوى الديمقراطية يدعو إلى فتح تحقيق مستقل فيما سماها فضيحة قطاع الزراعة. حلول الذكرى 9 على ما بات يعرف بنكبة غرق مدينة طنطان وسط مطالب ودعوات لإعمار المدينة. في أولمبياد ريو دي جانيرو موريتانيا تشارك بممثلين اثنين رغم وجود أزيد من 30 اتحادية رياضية فيها. أهلا بكم. دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية في بيان صادر عنها السلطات الموريتانية إلى إجراء تحقيق مستقل فيما سماها فضيحة قطاع الزراعة بالبلاد، وطالب الحزب الفاعلين الاقتصاديين بالمساهمة في إنقاذ قطاع الزراعة متهما النظام الموريتاني بالتخلي عن مسؤوليته إزاء هذا القطاع. شارك الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز في حفل تنصيب الرئيس التشادي الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي ادريس ديبي لولاية خامسة. كان الرئيس التشادي قد وصل سدة الحكم في بلاده عام 1989 من خلال ثورة مسلحة. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. شارك الرئيس محمد العبد العزيز في حفل تنصيب الرئيس التشادي ادريس ديبي في عاصمة تشاد نجامينا وسط حضور 14 من الرؤساء الافارقة. ويبدأ ديبي ولايته الخامسة إثر انتخابات رئاسية حصل فيها على 59% من أصوات الناخبين حسب ما تقوله الحكومة التشادية. وبعد أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس الدستوري في تشاد، عبر عن شكره العميق للرؤساء الأفارقة وأصدقاء تشاد الداعمين لاستقرارها وخصوصا الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز. وتعهد ديبي في خطابه بمناسبة التنصيب بمواصلة العمل بقوة على تحقيق الازدهار والاستقرار للشعب التشادي والمساهمة في تحقيق التنمية والأمن في منطقة الساحل ووسط إفريقيا، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه تحديات متعددة تتطلب قدرا من تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهتها في الوقت المناسب. ويتولى إدريس ديبي أتنو الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي عن منطقة وسط إفريقيا، كما يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الخمس في الساحل التي تم إنشاؤها في نواكشوط سنة 2014 بمبادرة من الرئيس الموريتاني. وكان ديبي قد وصل إلى السلطة عبر ثورة مسلحة قادها في العام 89 معتمدا على تحالف سياسي في القلب منه قبيلة الزغاوة التي ينتمي إليها والممتد في دول المنطقة وخصوصا في السودان. عرفت فترة حكمه استخراج النفط في العام 2003 وتأسيس الفضائية التشادية. عانى من حركات التمرد ببلاده حيث كادت إحداها تسقط حكمه في العام 2008. قام بتعديل الدستور للبقاء في الحكم يمزج بين انفتاح ديمقراطي وتعددية سياسية وتحكم في مقاليد السلطة والنفوذ. تلقى دعما من نظام القذافي وعرفت علاقاته بالسودان تذبذبا مستمرا بين دعمه ودعم غرمائه. تجاوزت فترة حكمه للبلاد ربع قرن. يصادف 8 من شهر أغسطس الجاري الذكرى 9 على ما بات يعرف بنكبة غرق مدينة طنطان والتي تسببت في نزوح العديد من سكان المدينة عن مساكنهم. ويقول الساكنة أن السلطات الموريتانية قدمت لهم وعودا بشأن إعمار المدينة لكن ذلك لم يتحقق بعد بشكل نهائي. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. مدينة طنطان وهي تطوي 9 سنوات من عمرها على ما بات يعرف بنكبة الغرق التي تعرضت لها خريف عام 2007 وتسببت في عملية نزوح لبعض الساكنة عن مساكنهم ومتاجرهم. تبدو المدينة هادئة للوهلة الأولى لكن جراحها لما تندمل بعد بشكل نهائي جراء الغرق الذي تساور سكانها مخاوف من تكراره كلما أومض برق مؤذنا ببدء خريف جديد. يقول سكان المدينة إن وعودا عديدة بالإعمار قدمت لهم من طرف النظام الموريتاني وإن مساعدات كبيرة تلقتها الحكومة من بعض البلدان للإسهام في إنقاذ المدينة لكن ذلك لما يتحقق بعد بالشكل النهائي وبقوا ينتظرون تحقيق الوعود. وقد وزعت السلطات الموريتانية قطعا أرضية على السكان المنكوبين وأضحت بذلك المدينة مقسمة إلى مدينتين إحداهما توصف بالجديدة والأخرى تسمى بالمدينة القديمة
كما عمت الكهرباء بعض أحيائها، غير أن بعض السكان يرون أن ما تحقق لا يكفي لإعادة الإعمار ومحو آثار المأساة. وإلى جانب المطالب المتعلقة بالمياه والطرق والكهرباء والصحة، فإن التعليم بالطينطان لا يبدو استثناء من المطالب التي يرفعها ساكنة المدينة المنكوبة كما يصفونها. ومعنا في الاستديو أحمد البي، عضو الحراك الشبابي المطالب بإعمار مدينة طينطان. أهلا وسهلا. أهلا بكم. أنا في ذكرى 9 على ما بات يعرف بنكبة غرق مدينة طينطان، ما هي أبرز المشاكل لدى سكان المدينة؟ أولا شكرا جزيلا على الاستضافة. اسمح لي بما أن قضية مدينة طينطان جزء من القضية الكبرى اللي تم فيها اعتقال رفاقي في حالة 25 فبراير اللي في السجن حالا، نوجه تحية نضالية لهم، تعاطف تضامن معهم بعد الحكم الجائر اللي تعرضوا له من طرف قضاء ظالم منحاز لأبناء الجنرالات، بحيث تجاهل أصحاب الرصاص واعتقل مجموعة من الطلاب طالبوا بحقين المشروع. بالنسبة للسؤال، وأدعو الجميع المشاركة غدا في وقفة أمام السجن المدني لطالب إطلاق صراحة. العودة لقضية مدينة طينطان، في حلو ذكرى 9 لنكبة طينطان ما زال نفس المعاناة اللي تعرض لها المواطنين فجر 8 أغسطس 2007، بل ازدادت الأمور سوءا نظرا لمرور الزمن، بحيث أصبح البعض يقول أن نكبة الفيضانات 2007 أرحم بكثير من التجاهل والفاضح من طرف النظام واحتقار الممنهج للمواطنين. ما زال المواطن مشرد إلى حد اللحظة، ليس لديه مكان يسكنه بطريقة لائقة، الأمن غير موجود، الماء غير موجود، آخر شيء الفضيحة الأخيرة والسقوط الخزان الماء اللي تم إبرام صفقته بالتراضي مع أحد التجار المقربين من النظام، وسقط بعد أشهر من إنجازه. بعد كل هذه المعاناة هذه السنوات سقط الخزان بعد أشهر من إنجازه، مما يحيي بكارثة حقيقية يعيشها المواطن في مدينة طينطان. كذلك الكهرباء حالها سيء، كل الأمور في كل يقولون بأن السلطات قدمت لهم وعود بشأن إعمار المدينة. نعم. ما الذي تحقق من هذه؟ لا، لم يتحقق أي شيء، هي كانت وعود، كانت الوعود الهدف منها كان هو استجلاب المساعدات الدولية، وهذه المساعدات ذهبت في طريق غير والطريق الصحيح اللي كان مفترض أنها تذهب فيه. هو كان ثم وعود من طرف شركة إعمار طينطان اللي اختفت في ظروف غامضة دونها تنجز أي شيء، التزمت ب 1250 سكن اجتماعي، التزمت ب 250 شقة اقتصادية، التزمت ببناء عدة منشآت لم تحقق أي شيء. وفي نفس الوقت النظام قام ببناء وإنشاء مدن جديدة كالشامي ومبيكة الأحواش، مما يحيي بأن هذا مقصود وممنهج. لو لم يكن مقصود لكان تم إنجازه، مع أن قضية طينطان وجدت تمويلات من خارج البلاد، معناها نعم السلطات كارثة بالإرادة. لم تقدم سقفا زمنيا لتحقيق وعود الإعمار، لكن تحقق البعض. السقف الزمني غير مطروح، من المفترض أن يتم إنجازه في ظرف سنة تقريبا، والمواطن لا يمكن أن يظل مشردا، لا يمكن أن يظل مشردا أبدا. هذه مشكلة كبيرة، لكن للأسف غياب الصوت المسؤولين في مقاطعة طينطان عن حمل لواء. أين هو دور المنتخبين؟ نعم، دور المنتخب وأطر مقاطعة طينطان للأسف الشديد جزء من المشكلة، لأنهم تجاهلوا معاناة سكان طينطان، ولم يهتموا مواطن في طينطان إلا في فترة الانتخابات والانتخابات فقط. المواطن لا يعني لهم أي شيء، هذا هو اللي جعلنا اليوم ننوخه بذكرى 9 وخان بذكرى 8، وسنواصل إن شاء الله مطالبنا بتحقيق عمار طينطان. الحراك الشبابي المطالب بعمار مدينة طينطان، شكرا جزيلا لك. نظمت بالعاصمة نواكشوط ورشة حول نظم تسيير سلامة الموارد الغذائية، وقالت الأمينة العامة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة العالية من تمنكوس إن الحكومة الموريتانية صادقت على سياسة وطنية خاصة بالجودة. وأكدت بنت منكوس سعي موريتانيا إلى تحسين مناخ الأعمال فيها بما يضمن الاستجابة للتحديات في سبيل ولوج الأسواق وتطوير الاقتصاد الوطني. صادقت الحكومة مؤخراً على السياسة الوطنية للجودة، وحددت الملامح المستقبلية التي ستنتهجها بلادنا في هذا المجال بأفق 2030، وتتضمن هذه السياسة إصلاحات هيكلية طموحة لإرساء بنى تحتية فعالة
وتحسين مناخ الأعمال للاندماج في الاقتصاديات الإقليمية والدولية والاستجابة لمختلف تحديات ومتطلبات العولمة لتعزيز تنافسية المنتجات للولوج الأسواق وتطوير الاقتصاد الوطني وسعيا لبلوغ هذه الأهداف يعمل قطاعنا منذ فترة على سن القوانين واستصدار المواصفات اللازمة وقد تم حتى الآن إصدار مجموعة من المواصفات الموريتانية. نظمت في العاصمة نواكشوط ورشة خاصة بتقوية قدرات الطاقم الصحي العامل بالمستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة حول النواسير الولادية. الورشة شارك فيها عدد من العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية إضافة إلى بعض الناشطين في منظمات المجتمع المدني. إن الهدف من هذه الورشة التكوينية هو اكتساب المشاركين المهارات الإدارية والآليات العلمية والعملية لدى الأفراد والمسؤولين في جمعيتكم الموقرة، كما أن اكتساب المشاركين مهارات إدارية حديثة ومتطورة سترفع لا محالة من معنويات العاملين والمهتمين بصحة الأم والطفل في بلادنا. وأنتهز هذه الفرصة لكي أطلب من السادة المشاركين في هذه الورشة التكوينية الاستفادة من العروض المقدمة فيها حتى يستطيعوا أن يساهموا معنا في تحسين أداء منظمات مجتمعنا المدني في خدمة الوطن والمواطن. أيها السادة والسيدات، في الختام أتقدم بجزيل الشكر إلى جمعية تهذيب وصحة المرأة والطفل على اختيارها لموضوع هذه الورشة ونشر الوعي الصحي بين الأمهات لخطورة مرض النواسير الولادية واستعدادها للتكفل اجتماعيا ببعض المصابات بهذا المرض العضال. أعلنت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية عن إطلاق برنامج الإغاثة العاجلة للأسر الأكثر احتياجا بموريتانيا، تستفيد منه ولايات نواكشوط والترارزة وأدرار. وقالت رئيسة الهيئة مسعودة بنت بحام إن البرنامج يوزع المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في موريتانيا لصالح 4000 أسرة. يشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا الحفل الموقر الذي تنظمه هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بمناسبة انطلاق برنامجها الإغاثة العاجلة للأسر المحتاجة في موريتانيا، والذي تستفيد منه 3 ولايات من الوطن هي ولايات نواكشوط، آدرار والترارزة. وبهذه المناسبة السعيدة أنقل إليكم أطيب تحيات وتهاني معالي الأمين العام للهيئة الدكتور إحسان طيب، الذي يؤكد لجمعكم الكريم تقديره لبلادنا التي تليها الهيئة اهتماما خاصا بصفتها بلاد العلم والدين والإشعاع الروحي. أيها الإخوة، يستهدف برنامج الإغاثة العاجلة توزيع المواد الغذائية الأكثر استخداما في الوجبات اليومية للمواطنين من سكر وأرز وزيت لفائدة 4000 أسرة محتاجة. رياضيا، في هذه النشرة تشارك موريتانيا في أولمبياد ريو دي جانيرو البرازيلية بعدائين 2 دون المشاركة في باقي الأنماط الرياضية الأخرى. هذا وتوجد رسميا في موريتانيا أزيد من 30 اتحادية رياضية تنشط في أصناف رياضية عديدة ومختلفة. نتابع. تتوجه أنظار أسرة العالم الرياضي هذه الأيام إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية التي تستضيف الألعاب الأولمبية. العالم تحضر قارته الخمس ممثلة ببعض الفرق الرياضية، جميع الدول وباستثناء عدد قليل يعد على الأصابع شارك في هذه الدورة. الدول العربية كانت حاضرة في عديد الرياضات، حتى سوريا مثلتها سباحة خرجت من بين الركام والأنقاض والحطام باحثة عن أمل جديد في هذه الدورة. في موريتانيا خرج وفد قادم من الوزارة الوصية وبعض من أعضاء مكتب اللجنة الأولمبية الموريتانية يقدر بعشرة أشخاص بينهم عداء وعداء، ويقدر عدد الاتحاديات الرياضية الموريتانية باثنتين وثلاثين اتحادية رياضية، منها القليل المتجسد على أرض الواقع ومنها الكثير الذي لا يجد النور إلا في الحقائب أو على الورق، ومع ذلك يقدم له الدعم سنويا كباقي الاتحادات الرياضية الأخرى.
فمثلا على الورق توجد اتحادية للملاكمة وأخرى للسباحة، ومع ذلك لا يوجد ملاكم واحد ولا حتى